هذه الطبخة قبل سويتها بخبز الصاج، مرة حبوها الناس، برجع أسويها بس بالقلاش. بتبل اللحم المفروم ببصل وثوم مفروم، كمون وورق الزعتر وملح وفلفل أسود، وآخر شيء دبس فليفلة. وأنا عندي هنا طبقتين قلاش دهنتها بالزبدة، الزبدة شيء اختياري، إذا ما تبغون ما يحتاج. وزعت اللحم المفروم عليها، ببدأ لفها. هذا الصوص اللي بسويه وياكم الحين يدخل في كثير من الأكلات التركية، في المشويات، اسكندر كباب، وطعم صراحة لذيذ، يعني يعطي طعم حلو للأكل. أول شيء على النار بحط زبدة وزيت، بحبحها شوي بالبابريكا، يعني كمية راهية. بعدين بحط عصير طماطم ومعجون طماطم. خليني بسمعكم بس صوت القرمشة، شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء شهي. شوفوا كيف شكله طالع يهبل. تقدمونه على الغداء، بس لا ننسى الزبادي والصوص الأحمر.